على قبرك ومتحني ذكرت البياني تشوفيني لقبرك ومتحني ذكرت البياني تشوفيني كون بيدي يا تظل هنا راح نرجع وانت مو ويانا كون بيدي ويا تظل هنا راح نرجع وانت مو ويانا راح نرجع وانت مو اسئله راح نرجع راح نرجع الليلة الأخيرة وياك اريد اقضيها بس بجي وقت السوالف راحوا يبونا ما ظل بعد حجي الليلة الأخيرة وياك اريد اقضيها بس بجي وقت السوالف راحوا يبونا ما ظل بعد حجي قبل كنا على صدر حسي نتناوب انا وانت كثر ما حبك احلف بيك واذا احكي انت سالف قبل كنا على صدر حسي نتناوب انا وانت كثر ما حبك احلف بيك واذا احكي انت سالفت بعد ما راح ابونا الظل علي جل وانت هم ريحتي صرت مو سكنة صار اسمي يتمت والدي واختي يتمت والدي واختي اليتيم من الخراب يخاف هضيم ابنه صغر وينعاف يتيم من الخراب يخاف هضيم ابنه صغر وينعاف ظل شوية دهر ما خلانا راح نرجع وانت مو ويانا راح نرجع ايه راح نرجع راح نرجع اي ابكي بداية من شتفونة ومحرق العبي اذكر بجينا من شفنا ابونا عالناقة بالسبي ابكي بداية من شتفونة ومحرق العبي اذكر بجينا من شفنا ابونا عالناقة بالسبي يعاري على التروب شفنا شمس الحوم حراق خلانا الزمان يمضي وفوق الناقة نتلاقى خلانا الزمان نضيع فوق الناقة نتلاقى عيونك ما عماها الضيع عماها الضام وفراق هوتي من السماء للقاع لما انعثرت الناقة لما انعثرت يطيح اهله يقومونا يطيح اهله يقومونا المال احد يجرونا يطيح اهله يقومونا المال احد يجرونا المال ضلعه تنكسر جنحانا
المال ضلعه تنكسر جنحانه راح نرجع راح نرجع وانت مو ويانا راح نرجع ارد اسمع من عندك فلوس راح نرجع من طلعانا من المخيم طلعنا بالفله من طلعانا من المخيم طلعنا ماكو كفالة واحنا يتامى والدنيا كربلة ماكو كفالة واحنا يتامى والدنيا كربلة وضعنا من الخيام وين ولا 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 طلعنا من الخيام وين علينا تعايني وتومي صاحوا ذم بناتي حشي وانا النار بهدوء عذرنا وصحت بي ابصر وعذرنا وصحت بي ابصر يا سكن الخالجة تقوم الزواب خدك السلة وانا الحرج وارسوم اولا اولا وعذرنا وصيحت بي ابصر يا سكن الخالجة تقوم سواب خدك السلة وانا الحرج وارسوم صخر حني البواجينا صخر حني البواجينا وعدونا يشتمت بينا الصخر حني البواجينا وعدونا يشتمت بينا نقوم نقعد الخيل تتلقانا ولا 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 نقوم نقعد الخيل تتلقانا راح نرجع وانت مو ويانا وانت مو ويانا راح نرجع راح نرجع روح احمد الهلباب هاي الخرابه من نزلونه نمت على الثرى ما بيها باب لاكو سقيفه طلعت شكسره ولا 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 صح انت شبهين امك الزهره بس امك عقده وسقيفه وكان اكو باب كسر ضلعها شنو الكسر ضلعك هاي الخراب من نزلون نمت على الثرى ما بيها باب لاكو سقيفه ضلعك شكسر لو من تبجي نبجي احنا نسكت لما نسكت ولا 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 اشقد عزيزي لو من تبجي نبجي احنا نسكت لما نسكت الشامش خلى بعيوني زيني ومنك تشوف
اخزيني ومني تشوف ومحال امي الصبر تقدر تصبر وانت تتعذبي هي قلبي هكا فيها شلون تشوف تتموتي هي قلبي هكا فيها شلون تشوف تتموتي تواسينا بواجيها ولا واحد يواسيها تواسينا بواجيها ولا واحد يواسيها يحسي الطايح واحترق صوانا يحسي الطايح واحترق صوانا راح نرجع وانت مو راح نرجع وانت مو راح نرجع يا باكرني وين للغاضريه والدنا ينتظر ينتظر باكرني وين للغاضريه والدنا ينتظر ايش نقول له جينا عفنا رقيه يا ابويا بالقبر عفنا رقاية يا ابو يا بالقبر اذا ينشد عليك احسن المصيبة عم تشد قيل يعيش بنص غروب ويموت ترى الشاحة وعلي اهل يعيش بنص غروب ويموت ترى الشاحة وعليها والمفارق خيم واخوة حديث الشام تكتله يتدفوها وتطوب ديوة عم الله لو بقت عدله يتدفوها وتطوب ديوة عم الله لو بقت عدله يتناجي الكفل توني تنادي الكفلتوني عليكم راح من عيوني عليكم راح من عيوني تنادي الكفلتوني عليكم راح من عيوني هضعني سلبوها يا راح نرجع وانت مو ويانا راح نرجع وانت راح نرجع وانت ليش ما تحكي اي فيديو صوت يا راح نرجع يا باكرني وين للغاضريه والدنا ينتظر شنقل له جينا عفنا رقيه يا ابويا بالقبر باكرني وانا للغاضريه والدنا ينتظر شنقل له جينا عفنا رقيه يا ابويا بالقبر اذا يمشي عليك يحشي المصيبه
يعيش بنص غروب ويموت رشاحة وعليها والمفارق خيام وإخوة حديث الشام تجتفوها وتطوب ديوان نعم الله تناديه الكفلتوني عليكم راحن عيوني تناديه الكفلتوني عليكم راحن عيوني تناديه الكفلتوني عليكم راحن عيوني تناديا الكفلتوني عليكم راح عيوني هاد ضعني سلبوها يا من راح نرجع راح نرجع وانت ويانا